لا يعني هو الحقيقة أنا عايز أنا في الإجابة على السؤال ده، لأن ده سؤال الحقيقة يعني سؤال مهم جدا. إحنا في المؤتمر الاقتصادي بعد المؤتمر الاقتصادي كان كل الناس بتقول آه والله كلام جميل جدا، أنتوا قلتوا كلام كويس قوي، واضح إن أنتوا شغالين كويس، بس فين بقى الجهاز الإداري اللي هيعمل الكلام الجميل ده؟ فين بقى؟ إيه أخبار البيروقراطية؟ إيه أخبار الفساد؟ إيه أخبار؟ فبيرجعونا دايما وبينبهونا دايما ان قضيه الاصلاح الاداري هي قضيه محوريه، بدون اصلاح اداري حقيقي يتزامن مع كل جهود الاصلاح على كل المستويات سياسيا واجتماعيا واقتصاديا لن يتاتى لنا بحال من الاحوال الوصول للهدف النهائي، وهو كل الكلام اللي احنا بنقوله ده. فيما يتعلق بالقطاع الخاص، القطاع الخاص دايما بيقول لنا احنا والله احنا مش عايزين حاجه من الحكومه اكتر من انها تقول لنا بس هي عايزه مننا ايه، يعني ما هي رؤيه الحكومه عموما، انتوا عايزيننا نروح فين، نعمل ايه. ففكره وضوح الرؤيه على كل المستويات، على المستوى القومي، على المستوى القطاعي، على المستوى المكاني، انتوا هتعملوا ايه، عايزيننا نعمل ايه، عايزيننا نروح الصعيد ولا ما نروحش الصعيد، عايزيننا نروح نستثمر في الطاقه الجديده المتجدده ولا عايزيننا. وبالتالي فكرة وضوح الرؤية وأهميتها دي شيء مهم جدا، وزي ما قلت في البداية إنها فعلا تبقى رؤية مجتمعية كلنا بنتفق عليها وبنتوافق عليها، مش الحكومة بتفرضها بتقول هو كده وأنا شايفه الصح وهو دوت اللي يتعمل. فبالتالي الحقيقة إن يعني أعتقد إذا كنا بنتكلم على إن أدوار مختلفة، القطاع الخاص يعمل إيه والمجتمع المدني والقطاع الخاص يعمل إيه، يبقى وضوح الرؤية بالنسبة للحكومة يتوافق عليها المجتمع، دي نقطة مهمة جدا اللي هي البوصلة، إحنا رايحين فين، خارج الطريق رايحين فين. الحاجة التانية إن إحنا كلنا نبقى مقتنعين إن القطاع الخاص لازم كلنا كده نبقى مقتنعين، مش بنقولها علشان إحنا قاعدين مع ممثلين الشركات والمجتمع، لكن لازم كلنا نبقى عندنا قناعة إن القطاع الخاص كان وما زال وسيظل هو اللاعب الأساسي في عملية التنمية في مصر، طبعا جنبا إلى جنب مع دور قوي وأساسي للحكومة. وهنا فكرة تقسيم الأدوار فكرة مهمة جدا. الحقيقة أعتقد الحكومة بتدي، يعني لو حضرتك بتقولوا لنا طب ادونا أمارة كده، أنتوا يعني بتقولوا الكلام دوت لكن أنتوا بتعملوا ضده، بتعملوا عكسه مثلا، لا أنا هدي مثال. أعتقد اللي بيحصل النهارده في قطاع الطاقة في مصر هو نموذج واضح جدا جدا لرؤية حكومية واضحة وإصرار حكومي على فتح الباب على مصراعيه أمام القطاع الخاص للدخول وبقوة في الاستثمار في مجال الطاقة، سواء الطاقة بمفهومها التقليدي أو بمفهومها الجديد والمتجدد. وبالتالي أعتقد ده نموذج واضح للي احنا عايزينه، عايزين نعمل ده في كل القطاعات. ده إذا كان ده نموذج قصة نجاح لازم يعمم ويكرر بشكل كبير جدا خلال الفترة القادمة، وأعتقد ده الرؤية اللي احنا برضو بنتكلم عليها فيه لما نتكلم على الملف الاقتصادي، بنتكلم على إن محتاجين قصص نجاح زي دي كتيرة بحيث إن احنا فكرة الحكومة وهل الجهاز الإداري عنده، وهنا هاخد الكلام اللي قالته الزميلة العزيزة معالي الوزيرة غادة على فكرة إن احنا بنخاف نجرب حاجة جديدة، بنخاف نغلط، يعني ده الفكر السائد في الجهاز الإداري الحكومة. وأنا آسف إن أنا أقول إن يعني فكرة يعني هذا ما وجدنا عليه آباءنا وأجدادنا. فإحنا طول عمرنا لما تسأل حد، أنا يعني بشاكس كده الجماعة اللي معايا، يعني أقول له أنت بتعمل دي ليه؟ فيقول لك والله إحنا طول عمرنا بنعملها كده. فأقول له أنا ما بسألكش بتعملها من إمتى، أنا بسألك بتعملها ليه؟ يعني والله طول عمرنا بنعملها كده، يعني فأبدأ أهزر معاهم أقول لهم طب إيه رأيكم تسمعوا في دين جديد ظهر في المدينة؟ يمكن لو اخذتوا فكره عنه يمكن تدخلوا هذا الدين، وفي فكر جديد ممكن يتعمل وتسهل كتير جدا من الاجراءات ومن الدوره المستنديه الجهنميه دي اللي بنقعد نعملها. وفي الاخر طب ليه بنعمل ده كله مش مطلوب؟ الحقيقه من المدخل ده احنا عملنا حاجه يعني جديده بنطرحها اعتقد لاول مره في الحكومه، بدايه من الخطه الجديده 15 16. احنا في وزاره التخطيط عملنا حاجه زي فند كده
حطيناه على جنب، يعني اسم يعني سميناه حتى انسباير، بمعنى انك انت عايز تشجع الناس على تجرب حاجه جديده، تجرب كل ما حد هيجي لنا يقول لنا احنا عايزين نجرب حاجه جديده، مثلا في مجال قضيه زي قضيه الصرف الصحي اللي احنا كنا بنتكلم عليها امبارح في اجتماع مطول مع السيد رئيس الوزراء، قضيه خطيره جدا ومهمه جدا، بتمس بقى كل المجالات المختلفه، لو بنتكلم على عداله اجتماعيه، لو بنتكلم على انتاجيه، لو بنتكلم على يعني كل المجالات، ده حاجه مهمه جدا. طب لو احنا فضلنا بالفكر بتاع ان الصرف الصحي في القرى يتعمل بنفس الطريقه اللي بتتعمل بيها طول عمرها، يمكن مش بنجري ورا سراب ومش هنوصل لهذا الهدف ابدا. ففي افكار جديده جدا وتتواكب مع احدث الانظمه والنماذج اللي معمول بيها في على مستوى العالم ان احنا نقدر نشجع ده. فالحقيقه في جهد كبير جدا من وزاره الاسكان في هذا المجال تحديدا، وفي تغيير للكود خلال ايام قليله بحيث ان نبدا نحاول، فده اعتقد برضه هتبقى حاجه مهمه جدا. فاحنا على نفس النمط عملنا هذا الفند او حطينا السيد ماني على الاقل ليه، وخصصناه حوالي 250 مليون جنيه بدايه من الخطه وقبل الاستمرار انها تزيد يعني خلال السنه، حتى لو لقينا مبادرات من دي كتير. هنا بقى بتنقل لفكره السي اس ار او المسؤوليه المجتمعيه للشركات. زي ما معالي الوزيره غاده قالت، اول حاجه الحقيقه نتوقعها من القطاع الخاص من المجتمع المدني ان هو يعني اولا يعمل الشغل اللي هو المطلوب منه، يعني الشغل اللي هو مطلوب منه ايه؟ هو ان هو يشتغل، ان هو يدي للناس فعلا حقوق، لو بنتكلم على العمال، لو بنتكلم على يعني الحاجه برضو المهمه جدا في هذه المرحله هو انه يستثمر، يعني يستثمر اكتر. احنا يعني ما نستناش ان الكون يتصلح، يعني انا اسف ان انا اقول كده، بس يعني حاجات كتيره جدا من اللي بتقلقنا احنا في الحكومه وبتخلي اي حكومه عايزه او اي نظام عايز يعني يعمل حاجه على الارض ما ينتظرش قوي ويضطر يتدخل ويقوم بدور قد يكون مش هو الدور اللي هو المفروض يقوم بيه، بس علشان يسد فجوه ان القطاع الخاص اصله مستني لما الكون يتصلح، مستني لما المنطقه تهدى، حوالينا المنطقه كلها تهدى، لما الديمقراطيه تسود، لما الانتخابات تتم، لما كل القوانين تتغير، لما موظف الحكومه يتغير، كل ده بيتغير بس بياخد وقت. ولذلك لو بتسالوني ايه الدور المهم جدا او الرساله المهمه جدا، ان انتوا استثمروا اكتر. افهم ده ان ممكن من مستثمر اجنبي يبص على الموضوع بالنظره المختلفه دي لما تكون يتصلح، لكن دلوقتي لا، محتاجين ان احنا نزود استثماراتنا بشكل كبير والمجال مفتوح جدا الفتره دي. من ده ان الحقيقه احنا كمان من الحاجات الحقيقه يعني ممكن نفكر فيها بشكل مختلف، هي ان احنا على مستوى السي اس ار كل شركه بتعمل الشغل بتطلع مش عارف ايه علشان خدمه المجتمع، وتدي ايه للتعليم، وتدي ايه للمكان اللي هو فيها والكلام ده كله. لكن احنا الحقيقه بنبقى اقوى لما بنتجمع يعني. ولذلك كانت فكره او واحده من الحاجات اللي احنا فكرنا فيها واحنا بنحط ال 250 مليون ده كسيد ماني للانسباير، انك انت بتجمع الناس. لو في الحكومه ناس بتعمل نفس الشغل ده بنبدا نخصص الموازنات ليها. فبنفس المنطق انا ادعو ان واحده من نتائج هذا المؤتمر يتعمل زي فند موازي بس على مستوى الشركات، ويتحط فيه بدل ما كل واحد يصرف لوحده ويتعمل له اداره على اعلى مستوى لهذا الفند، ويبقى ده